السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات انطق السهل مع مهند. يلا بينا انطق السهل مع مهند. I know him. She has a knife. I knock on the door. الطريقة اللي أنا نطقت بيها التلات كلمات دول غلط خالص. ليه بقى غلط؟ عشان في الإنجليش بيكون في بعض الحروف الصامتة واللي بتتكتب عادي بس ما بيكونش ليها صوت، وبنسمي الحروف دي silent letters. silent letters الحروف دي بتبقى silent في بعض الحالات، زي الحالة اللي معانا النهاردة واللي هي kn، واللي فيها حرف الk جاي قبل حرف الn على طول. في الحالة دي حرف الk بيكون silent، يعني ملهوش صوت. فالصح ان احنا كنا نقول no knife knock، وهيبقى النطق الصح للجمل I know him she has a knife I knock on the door. وخلي بالك عشان حرف الk يكون silent لازم الkn يكونوا في بداية الكلمة، زي no knife knock. عشان ممكن تقابلك على سبيل المثال كلمة زي دي واللي فيها حرف الكي جاي قبل حرف الان، بس احنا بننطقها darkness darkness، وهنا حرف الكي مش silent لانه مش في بداية الكلمة. تمام كده؟ وفي حلقة النهاردة انا جمعت لك اشهر الكلمات اللي ممكن تقابلها وانت بتذاكر انجليزي، واللي بتبدأ بي كي ان، واللي بيكون فيها حرف الكي دايما سايلنت. يلا بينا. ني نيل نايف نايف بوينت نايفز نت نتر نيتينج نيدل نايت نوك نوكر نوك اوت نوك داون نوك اوف know known knowledge knowledgeable knapsack need knuckle not. وخلي بالك هنا not معناها عقدة not. ودلوقتي تعالوا نقول كام جملة عشان نتمرن اكتر عن النطق الصح. I have two knees knees. Can you tie a knot? Knot. She knocks on the door. Knocks. He's a great knight. Knight. He has a wide knowledge of painting. Knowledge. I crack my knuckles. Knuckles. بس كده. وبمناسبة النطق، لو محتاج قاموس كويس ونطقه مضمون 100% أنا سبتلك رابط لقاموس أكسفورد في التعليقات تحت، تقدر تحمله على موبايلك بشكل مجاني، وكمان معاه طريقة استخدام القاموس بشكل صحيح. كان معاكم مهند سعيد، وبكده تكون خلصت حلقتنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا. لايك وشير ده بقى شيء أساسي. النطق السهل ده في كل حتة معاك، وهعمل رقم قياسي. إن كنت في نطقك بتعاني اتعلم عندنا مجاني، بدل ما يكون نطقك مصري غيره عندنا أمريكاني 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 أمريكاني. معاك وهعمل رقم قياسي. ما تنساش لايك وشير. معاك وهعمل رقم قياسي لايك وشير.